السلام عليكم، اسمي معتز القواسمي، عمري 26 سنة، أنا لاعب كرة قدم استعراضية. عانيت بإصابة بالغضروف وشخصت حالتي أكثر من مرة، كان أكثر من تشخيص لها إنه بده يزيلوا لي الغضروف، بس كان التشخيص تبع الدكتور أسعد إنه لازم يعمل عملية خياطة بالغضروف، لأنه أنا بعمر صغير، فإذا بحال أزالوا الغضروف ممكن يصير في احتكاك بهذا العمر. فالحمد لله انا هلا بعد العمليه بست اشهر تقريبا، هي لازم ابلش اللعب بعد ست اشهر، انا صار لي عامل العمليه تقريبا 4 شهور وحالتي رجعت طبيعيه الحمد لله. استعراض جميل حقيقة. معتز هو أحد اللاعبين اللي عالجناهم في مركزنا، هو حضر بعد تقريبا شهر من الإصابة. إصابته نتج عنها تمزق في الغضروف الهلالي الأنسي، وكان يعني مخطط له أنه ينعمل له إزالة غضروف، لكن بعد ما حضر لعنا وقيمنا حالته وقيمنا طبيعة الإصابة وجدنا أنه الغضروف ممكن إصلاحه، فبالتالي عملنا له عملية إصلاح الغضروف، وهو الآن هذا الاستعراض حقيقة في العيادة بعد 4 شهور من العملية. وإحنا عادة نسمح للاعبين بالعودة للعب بعد تقريبا 6 إلى 8 شهور، فالنتيجة لا شك أفضل في حال إصلاح الغضروف لهدف الحفاظ على الركبة ومنع حدوث احتكاك في المستقبل.